بس انه مروان يحجز مطعم كامل كرمالك انت؟ هالشغله كثير بتجنن يا زينب. انت شو عم تقولي؟ عم اقول لك مروان متزوج يا بنتي. يعني صح متزوج، بس هذا الشيء شكلي قدام الناس مو اكثر. وبشو رح تفرق؟ يعني مالك شايفه بعينك الوضع اللي حطني فيه؟ لسا كل ما اقول ما بدي انحط بهيك وضع ما بلاقي حالي غير فايته فيه وغصب عني زينو. انا ما بدي اعمل هيك بحالي، وما بدي ادفع ثمن اخطاء مروان لانه انا ما دخلني فيها. طبعا ما رح تدفعي الثمن اسراء، بعدين حتى مروان ما بده هيك شيء كمان، وليكو خبرك وقال لك رح ينهي الموضوع ويطلق مرته. صح قال لي، بس بعرف كارلا مستحيل تتركه بحاله. كارلا وافقت بكل سهوله، رح احكي مع المحامين ونطلق بسرعه. يعني عن جد شيء غريب انه توافق بهي السرعه. يعني شو كان بدك تعمل؟ كرمال مصلحة الكل لازم تنتهي هاي اللعبة يا موسى حالة. ايه والله لازم يصير هيك يا اخي، بس خلينا نشوف اسراء رح تسامحك بعد كل شي عاشته ولا لا. رح تسامحني؟ بعرفها معصبة مني ومعصبة كتير كمان، بس هي بتحبني كتير واكيد رح تسامحني. لا انا ما بدي سامح زينو، يعني انا مكسورة من جوا ومنهارة لدرجة انه شو ما عملت وكيف ما تصرفت ما عم تزبط معي، وما عادت اعرف كيف بدي اتصرف بهالقصة. ليكي إذا في حدا لازم يعمل شي هلأ فهو مو أنتي مروان، هو رح يعمل واجبه بالكامل، بعدين أنتي رح تعملي اللي بدلك على قلبك. قلي لي مو هيك يا رفيقتي الحلوة؟ حياة ما قلت لي عن صار. صباح الخير. صباح النور. أهلين إسراء. شو مفكرين حالكم رح تخلصوا مني بهالبساطة؟ نحن أخذنا أخبارك الصبح وما كنا متمنين إنك تسافري. احكينا كيف كانت أنطاليا؟ يعني شو بدي قلكن؟ رحت يوم ورجعت ما تعرفت فيها على شيء، بس كانت حلوة وهادية. وعلى فكرة لازم نشتغل أكتر لأنه سلمت كل الشغل لفريق أنطاليا ولازم طلع عم بتواصل معهم. يعني طول ما هن عم بيشتغلوا هنيك أنا عندي شغل كتير ولازم خلصه كله. يعطيك العافية. إذا بيلزمك شيء قوليلي. وأنا طيب. كمان. شكرا. مرحبا، يعطيكم العافية. أهلين. مرحبا. أهلين. إسراء خانم أهلين فيكي. يا ريتك ارتحتي اليوم. بالله عن جد شوفوا مين عم يحكي. أنا في عندي أمور لازم انهيها. قالك شغلة، ما بعرف أي كنان أحسن. كنان اللي واقف هون فوق راس المتدربين ولا كنان اللي بيشتغل مثل النحل؟ عن جد ما عم بعرف. إسراء خانم لسه ما شفتي شي. نحن هلأ لحتى بلشنا. بالضبط. أنا بمكتبي، إذا بدك ناطرك على القهوة. طيب بمرق. يلا بشوفك. باي باي. شوفك. ألو. نعم إسراء، ممكن تجي لعندي؟ حاضر مروان بيك هلأ بيجي لعندك. ناطرك. نعم مروان بيك. كريم عنده أسئلة بخصوص أنطاليا، حبيت نناقشها مع بعض. لو امبارح قدرت أني قلتيه معه كنت قدرت جاوب على أسئلة كريم بيك، بس بسيطة. كان لازم يصير هيك يا إسراء. أنت اللي عم بتقرر هاي القصص مروان بيك. بالضبط هيك عادي. أنتم دقيقين منيح بالملفات، بس كم شهر عم يغطوا؟ بيغطوا الخمس شهور. وبعدين العشاء اللي انت عملته ما كان لازم يصير مروان. نحن ما فينا نتعشى مع بعض، نحن ما فينا نحكي مع بعض بأي شيء تاني خارج نطاق العمل، وأنا خبرتك بهذا الحكي من قبل وعم برجع أقوله. لحد اليوم تصرفت معي من عقلك، بس ما بقى فيك تتصرف هيك. هالشي مو مزبوط. إسراء أنا عم صلح كل شيء غلط موجود بحياتي، وحكيت مع كارلا رح نطلق. قلت لها ما عاد بدي استنى وهي وافقت. لا كارلا ما بتتركك ولا بتتخلى عنك. حكيت مع المحامي من زمان، عم نبدأ بالإجراءات. تمام، بس أنا شو خصني؟ شو ساوي يعني؟ بدي منك تستنيني يا إسراء، وبدي تسامحيني كمان. مروان. إسراء روحي اعملي يلي بدك. مروان بس. إذا بدك فيكي تضربيني، اعملي يلي بيريحك. فشي خلقك بكل شي عملته، وإذا اضطر الأمر كل يوم طلعي روحي. أساساً أنا بلاكي ما عندي روح، بس المهم قلي لي إنك رح تستني لو سمحتي. إسراء ليش أنا في عندي حل تاني؟
إسراء وقف مروان، أنت ما فيك تلمسني قبل ما تطلق، ولا تضل عم تلحقني كل الوقت، ولا تضل تقرب مني. موافق تمام. وإذا رح تغلط غلطة كمان، حط ببالك إنه ما رح أسامحك لآخر عمري. بعرف مستحيل أغلط. آه هلأ كريم بيك عن جد عنده أسئلة؟ عنده، بس أنا فيني جاوب عليها كلها. أنا رايحة لك. ما شبعت تطليع فيك مروان. خلاص إسراء استني. إسراء أوف، فكري كيف ما بدك، بالأخير أنت عم بتصدقي، ولهذا السبب ما كان لازم حبه. أوف. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.